ينضم إلينا معتز بالله مراسل شبكة شام من الرقة. صباح الخير سيد معتز. صباح النور. أهلا بك سيد معتز. هل الخدمات الناتجة عن الجهود التي تقدمها الحملات التطوعية، هل هذه الخدمات قادرة فعلا على إعادة الحياة إلى المدينة؟ نعم، هلا مو بكل ليس بكل وقت الحملات تستطيع إعادة الحياة لكل مدينة. طبعا نحن قمنا بعدة حملات صغيرة جدا بالمدينة لنعيد بعض الحياة إلى المدن، لكن نحن الحملات هذه اللي نقوم بها بالمدينة إذا لا يأتي دعم منها من الخارج، مثل حملة النظافة اللي نعرض بالتقرير اللي هلا من حملة النظافة، حتى جاءنا دعم للآليات والوقود لحتى قدرنا نقوم بحملة فقط لشهر ونص، يعني نقدر نرجع الحياة المدنية يعني مثلا لفترة قصيرة، ونقدر نرجع الحياة لفترة طويلة. يعني مثل الحالات الإسعافية هذه، مثل الحملات التطوعية وما تطوعية إلى آخره. طيب سيد المعتز، تتعالى الأصوات التي تشكو من سوء أداء المجالس المحلية المعتمدة كجهة ممثلة عن المعارضة كما نعلم لإدارة الحياة في هذه المناطق، يعني ما أسباب هذا العجز في أداء هذه المجالس؟ هلا سبب عجز المجالس المحلية هو بسبب قلة الدعم المادي للمجالس المحلية. المجالس المحلية بتقدر تقوم بأعمال لم يأتي دعم مادي لقائمة ليقوم بأعمالهم الخادمين من ناحية النظافة، إن كانت بالكهرباء، إن كانت بالهاتف، إن كانت بأي عمل آخر، لأن المجالس المحلية هي صفة المؤسسة الحكومية بدل النظام في المناطق المحررة بتقوم. مثلا راح أقول لك على المجلس المحلي الموجود في مدينة الرقة. المجلس المحلي حاليا توقف الدعم عنه. هلا حاليا يعني المجلس المحلي خلال عدة أيام سيعلن إفلاسه وسيتوقف عن العمل بسبب توقف الدعم المادي من المنظمات ومن الائتلاف الوطني. راح يتوقف الدعم، هذا الشيء راح يسبب حالات سلبية جدا بالمدينة، راح يعني تتكاثر أعطال الكهرباء، تتكاثر أعطال المياه، راح الهواتف ما حد راح يزودها بالوقود للمقاسم، مثل القمامة راح تتراكم بالشوارع. يعني ما بنقدر احنا نعول كل الأسباب على المجلس المحلي. المجلس المحلي هذا مكون من يعني عدة ناشطين وثوريين بالمدينة يشكلوا مجالس محلية يقوموا بذلك، لكن المجالس المحلية ما دعمت بالدعم اللوجستي والمادي ما بقدر تقوم بالخدمات بالمناطق المحررة أو بأي مناطق ثانية. طيب يعني لا يوجد دعم، لا يوجد تعاون يقدم لكم حتى تؤدوا المهمات على أكمل وجه بالنسبة للأهالي الموجودين في الرقة؟ هل للأسف أنا يعني أخجل أن أذكر هذا الدعم. الدعم شيء بسيط جدا، يعني لا يذكر، لا يكفي شيء أبدا. يعني دعمهم يعني أسبوع شهر وينقطع الدعم. هلا حاليا يعني المجالس المحلية داخلة في كارثة كبيرة، توقف الدعم عن أغلب المجالس. طبعا مدينة رقة المن تدعم المجالس يعني راح تكون كارثة جدا، هلا خصوصا بالأحداث الاشتراكات الأخيرة اللي حصلت بالمدينة يعني بسبب توقف الدعم. هلا يعني الوضع مزري جدا للغايه، صعب المجالس المحليه بالدعم رح يتوقف العمل. هلا قبل المجالس المحليه كانت في سياسه بتمشي عليها، مثلا في مجموعه مهندسين، مجموعه ناشطين بالمجالس، في يعني مكاتب تنفيذيه شيء 13 مكتب، هي اللي بتقوم مثلا بيقوموا بدراسات مشاريع ومشاريع الى اخره، وبتقدم المشاريع لمنظمات اجنبيه حتى من الائتلاف. الائتلاف لحد الان ما دعم بشيء جيد للمجالس المحليه، تقدم منظمات اجنبيه. نعم، المنظمات الاجنبيه بتدرسها مثلا بالمشروع حملة النظافة، تم تقديمه لمنظمة، المنظمة وافقت عليه وأرسلت حق سعر الوقود، يعني حق الوقود، وأرسلت المعدات وأرسلت اللباس، أرسلت كل شيء، ولكن اللي كانوا يشتغلوا متطوعين في أجر لهم أبدا. يعني أنتم تحملون الائتلاف المسؤولية الأولى المباشرة؟ طبعا للأسف الائتلاف، لأن المجالس المحلية تلجأ إلى الائتلاف، لكن الائتلاف لا يساعد. المجالس المحلية أغلبها حاليا عم تلتجئ إلى منظمات أجنبية، راح أذكر أسماء يعني معلش، المنتدى السوري للأعمال، في منظمة اسمها كرياتيف، في منظمة اسمها كلومونكس، هاي المنظمات هي الوحيدة حاليا اللي عم تدعم المجالس المحلية. الائتلاف دعمه شيء بسيط، شيء لا يذكر أبدا. نعم، شكرا جزيلا لك معتز بالله مراسل شبكة شام من الرقة، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والمعلومات.